السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده فيديو كمان للبنات اللي لسه داخلين المطبخ. بصوا، دي مكرونة مسلوقة وهعمل بانيه. بصوا، وانا حطيت اول حاجة كده حطيت مية على النار تغلي وفيها شوية زيت صغيرين، واول ما غلت نزلت بالمكرونة عشان تتسلق. هي دلوقتي بتتسلق اهيت. دي أكلة بسيطة جدا وسريعة جدا جدا جدا. بصوا، ده طبق اهوت في بانيه وطبق فيه بيض. دي بيضة واحدة بس أنا استعملت بيضتين. بصوا، لو حطيتوا عليها نفس التوابل دي بانيه هيبقى روعة. بصوا، ديت معلقة ملح، هي معلقة ملح. ومعلقة كمون. وديت رشة كركم علشان بس تدي لون للفريخ للبانيه، يعني معلقة صغيرة. ده بقى معلقة روزميري بتدي للبانيه طعم فظيع، واللي بيديلها نكهة اكتر. بصوا، انا حطيت دلوقتي معلقة زعتر. الزعتر بيخلي البانيه فظيع فظيع فظيع. يبقى معلقة زعتر ومعلقة روزميري ورشة كركم ومعلقة ملح وكمون بس. بصوا، المكرونة بتتسلق اهو. ده بقى كيس فيجيتار، ده سبايسي، اللي مش عايزه يبقى حراقه كده يجيبه عادي حسب ما انت عايزه. بصوا، انا بقلب كده لقيت ان هي محتاجه بيضه كمان. هي دي كانت بيضه، فانا لقيت ان انا محتاجه بيضه كمان، فانا هزود بيضه. يبقى كيس الفيجيتار بياخد بيضتين. بصوا، زودت بيضه كمان هي. بصوا، هي دي سريعه جدا. انا كنت ممكن اقول لكم مثلا حطوا الفيجيتار في طبق لوحده والبيض في طبق لوحده، كل حاجه في طبق لوحدها، بس ده بيبقى دي كلها على بعضها هي. وطبعا هتحطوا البانيه يتنقع فيها. فبصوا، دي مش الاكله دي مش محتاجه اي حاجه خالص، يعني 10 دقايق ربع ساعة بالكتير خالص يكون الأكلة دي جاهزة للبنات. طبعا اللي هي عايزة مثلا عايزة تبقى جعانين كده وعايزين يعملوا حاجة سريعة كده، مفيش أسرع من كده. بصوا، أنا نزلت بالبانيه اهوت، بس هيتبل بس حاجة بسيطة، 10 دقايق ولا حاجة، يعني مش أكتر من كده. طبعا دي صدور فرخة، ببقى مقطعاها ومجهزاها في الفريزر عشان اما عاوز اعملها اطلعها على طول اعملها. بصوا، تاخد تقليبة بس بسيطة كده وتتساب 10 دقايق بس، وبعدين نقليها على طول في الزيت. والمكرونة طبعا هي تستوت. بصوا،
بصوا احنا كده شلنا المكرونة غسلناها وبنصفيها وحطينا في الحلة شوية زيت صغيرين ، انا طبعا كان عندي طماطم في الفريزر اهيت صلصة نزلت بيها على الزيت بس وهسيبها بقى هسيب الطماطم تفك والصلصة تتسبك شوية وبرضو يكون برضو البانيه يكون التبل. بس المكرونة بتتصفى اهي غسلتها قوي وبعدين بصفيها دلوقتي بقى. بصوا الطماطم بتتسبك اهي هنزود عليها معلقة ملح معلقة ده فلفل أسمر ومعلقة كمون ونسيبها تتسبك برضو. دلوقتي عندنا طاسة فيها زيت هنقلي بقى فيها البانيه بصوا لونه اصفر ازاي بسبب معلقة الكركم ده بانيه بالزعتر والروزماري بيبقى طعمه فظيع فظيع بجد والريحة يعني مش قادرة اقول لكم بتبقى عاملة ازاي. بصوا قلبناها بقى نقلبها كده على الوش التاني عشان تتحمر كويس تستوي. بصوا لونها بقى جميل ازاي مفيش اسهل من كده. نبدأ نقلب فيها بقى نشوف لحد ما تستوي. هي دلوقتي اتحمرت اهي هنشيلها من الزيت متاخدش وقت خالص بتبقى طعمها جميل جدا. طبعا عايزين تحمروا المكرونة عادي حمروها اللي انتوا عايزينه بقى. انا هحمر بقية الكمية. بصوا دلوقتي انا حمرتها اهو صفوها من الزيت كويس. هي بصراحة متبقى الشربة زيت خالص. هنبص على المكرونة بقى بصوا المكرونة هي طماطم متسبكت بس لسه فيها مية شوية هنسيبها لحد ما
ما تبقى الصلصة شوية صغيرين خالص. ايوه بصوا بقى الصلصة شوية صغيرين، ننزل عليها بالمكرونة بقى. الكمية المناسبة بقى للصلصة، شوفوا انتوا بتحبوها مثلا الطماطم تبقى كتير، تقللوا المكرونة وتزودوا الطماطم زي ما انتوا تحبوا. بصوا كده تكون خلصت، جاهزة على الغرف على طول. تسخن بس على النار دقيقتين بس تسخن. وبعدين هنغرفها على طول. بصوا ما شاء الله. تعملوا بقى جنبها شوية سلطة كده. وبالهنا والشفا، ويا رب تجربوها وتعجبكم. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. بصوا البانيه ما شاء الله من جوه، بصوا مستوي وجميل ازاي. باي باي.